صباح الخير، اهلا بكم مشاهدينا الكرام في حلقه جديده من هذا الصباح ليوم الاربعاء 15 مارس 2017. هنكون معاكم على مدى 3 ساعات من دلوقتي لحد الساعه 10 الصبح مع مجموعه من الاخبار والتقارير المتنوعه بالاضافه الى مجموعه من الحوارات ايضا المختلفه. صباح الخير الاء. صباح الخير شهاب. صباح الخير مشاهدينا. بالفعل هنكون معاكم زي ما تعودنا على مدار حوالي 3 ساعات ومجموعه من الفقرات الحواريه المتنوعه، عندنا رياضه وصحه وايضا علوم. بالتأكيد البحث العلمي هو أساس التقدم في هذه المرحلة، من هنا بيأتي اهتمام الدولة بعمل خريطة موحدة للبحث العلمي في مصر، وده من خلال إنشاء قاعدة بيانات لكافة الأبحاث العلمية والباحثين، وده لعدم تكرار أبحاث علمية بالفعل تم عملها، وأيضا يعني اتجاه من وزارة التعليم العالي بالتعاون مع كافة الجهات البحثية في مصر ليعني قام التكامل بين الجهات البحثية وتكامل في مجال البحث العلمي وليس تكرار لما هو موجود بالفعل. ده هيكون موضوع حوار لينا النهاردة في هذا الصباح، خريطة علمية موحدة لمصر. ايضا بالاضافه الى الحوارات اللي هتكون معانا مشاهدينا النهارده في هذا الصباح، هيكون معانا حوار حول منظومه التامين الصحي الشامل اللي المفروض هيبدا تطبيقها وهيبدا من خلال فتره من 6 شهور وحتى 13 عام حتى تشمل هذه المنظومه التامينيه الصحيه كافه المواطنين. هنتعرف على هذه المنظومه، منظومه التامين الصحي الشامل، في حوار النهارده في هذا الصباح. كمان عندنا موضوع رياضي وهو الحقيقة يعني من الأخبار المفرحة رياضيا، وهو تقدم مصر في تصنيف الفيفا عربيا وأفريقيا طبعا على المستوى الأول، وأيضا عالميا على المستوى الـ20 بتسبق عدد كبير من الدول العربية والأفريقية، وأيضا بتأتي في المرتبة العالمية قبل دول زي هولندا وتركيا. هنناقش هذا الموضوع أيضا في وقفة حوارية. بالإضافة إلى كده مشاهدينا، الوقفة الحوارية اللي بتكون معنا موجودة في هذا الصباح كل يوم بيكون في استعراض شامل لأهم الموضوعات والأخبار والعناوين اللي تصدرت صحافة القاهرة الصادرة صباح هذا اليوم. هنتناولها بالتعليق والتحليل مع أحد كبار الصحفيين المصريين في حواراتنا النهاردة في هذا الصباح. الفترة الأولى من هذا الصباح استعراض شامل لمجموعة من الأخبار الخفيفة والمتنوعة وأيضا التقارير بعد الفاصل. استنى. صباح سعيد، صباح الخير عليكم جميعا. معاكم دكتور عبد الرحمن، اخصائي التغذيه العلاجيه والسمنه. احنا النهارده كلامنا يا جماعه مستمر في التغذيه، في الدايت الصحي، التمارين الرياضيه المفيده، ازاي تغير حياتك للجانب الافضل، صحتك افضل من اي حاجه تاني في الدنيا. طيب الناس بتتكلم دايما، بيجي لنا اسئله قد ايه افني من البروتينات اكله يوميا، قد ايه من النشويات، قد ايه من الدهون. لا، هي حسبه بسيطه لازم الناس كلها تعرفها بعيد عن اي حد تاني. انت جسمك بيحتاج يوميا جرام بروتين لكل كيلو، بمعنى انت 70 كيلو او 80 كيلو جرام، فانت بتحتاج نفس الكميه دهيا من البروتينات، قصاد كل كيلو جرام جرام بروتينات، يبقى بتاخد حوالي 80 جرام بروتين. تقدر تحصله من ايه؟ لازم تعرف برضو ان تقريبا ان علبه التونه مثلا بيتراوح اللي فيها من حوالي 18 ل 20 جرام بروتين. صدر الفرخه الواحد او 100 جرام من الفراخ بيتراوح فيه حوالي من 18 ل 25 جرام بروتين. الكلام ده بيفرق جدا مع طريقه عمل الفرخه او الحاجه اللي انت بتعملها دهيا، هل الشيء ده مشوي؟ هل الشيء ده هو مقلي؟ نبعد خالص عن القطاع المقليات ده لان ده بيعلي السعر جدا للكونتنت بتاع الاكل، وده اللي يفرق معانا. يعني لما اقول لك الناس انت هو انت يا فندم هناكل رز في الدايت؟ هناكل مكرونه في الدايت؟ هناكل رز وهناكل مكرونه، بس هناكله ازاي؟ ما يبقاش الكلام ده معمول بسمنه وزيت وصلصه ودهون وتتخيل ان ده صحي، لا، يبقى الكلام ده لو مسلوق معمول بكمياته المظبوطه ليك، لو انت بتاخد في اليوم حوالي 200 250
250 جرام رز ابيض مسلوق او رز بسمتي، هتلاقي النتيجه بتاعته جيده جدا ومفيده جدا ليك. تقدر تمتع نفسك بكل انواع الاكل، مفيش حرمان، هتقدر تاكل شوكولاته، هتقدر تاكل بروتين، هتقدر تاكل نشويات، هتقدر تاكل دهون، كل الحاجات دي تقدر تعملها وتساعد نفسك وتتمتع بالاكل. مش الاعتقاد السائد الخاطئ خالص ان الاكل عباره عن حرمان، او ان الدايت اسف عباره عن حرمان، وان احنا المفروض ما ناكلش علشان نخس. طب النهارده هنعمل ايه مع بعض يا جماعه؟ بعد الفاصل هنتكلم مع بعض شويه عن تمارين للدراع. الستات بتشكي كتير جدا 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 من ضعف منطقه الدراع والاكتاف بالنسبه لها، الكلام ده هنحاول نلاقي له حل النهارده، واشوفكم يا جماعه بعد الفاصل. ورجعنا لكم يا جماعه بعد الفاصل. دلوقتي احنا متفقين مع بعضينا ان احنا هنلعب شويه تمارين لمنطقه الدراع والكتف. طبعا احنا في البيت، فممكن يبقى في صعوبه عند بعض الناس انها تتواجد معاها اي اوزان او احمال او دمبلز. هنبدا نتعاضى عند هون بي اي ازازتين ميه في البيت، خاصه لو بنت او ست والموضوع بالنسبه لها صعب، ما فيش اي اوزان. الفكره كلها يا جماعه ان انت تستهدف عضله واحده وتبدا تمرنها. خلاص، تمارين العضله البايسبس او العضله الاماميه في الدراع، بيبقى ايدك وكعانك موجوده وتبدا تطلع تعد 1 2 3 4 لحد 10. خلاص، لازم تركز قوي في التمرين بتاعك، انت ما تقعدش تتحرك، ما يبقاش هو انت عمال تعوم، لا انت ثابت بتحرك 1، كوعك ثابت بتتحرك الحركه كامله وتنزل، هتحس بالعضله بتتحرك معاك. تمام، من الحاجات المهمه جدا برضو بالنسبه للسيدات هي عضله الكتف. عضله الكتف ممكن تتمرن لها تمارين الجانبيه، بتبدا تطلع 1 2، برضو مش هنعوم يا جماعه، انت ايدك ثابته تطلع لغايه مستوى نص كتفك وتنزل بمنتهى السهوله. تمام، هتبدا تتمرن برضو من العضله الاماميه، ممكن تعملي كده 1 2، هتلاقي العضله الاماميه بتتحرك لوحدها بالاحمال دهيا 4 برضو لحد 10. احنا كده اتكلمنا في حركتين لعضله الكتف الجانبي والامامي وحضره البايسبس. هنتكلم على حضره الترايسبس، ودي برضو عضله مهمه جدا في الشيل، خاصه زي ما قلت لكم للسيدات او للشباب في البيت اللي عايز يتمرن ومش قادر لسه ينزل الجيم. يبقى التمرين سهل جدا، هتمسك الحمل اللي معاك او الازازه او الدمبل ورا دماغك وتبدا تطلع بثبات 1 2 برضو من الجنب 3 4 لحد 10. بتاخد بالك ان كوعك عامل زاويه 90. تمام، وبتطلع بالوزن 10 عدات. تمام، مجموعه التمارين دي ممكن نكررها زي ما اتفقنا، احنا عضله الباي بتتمرن الكيرل، تمام، عضلات الكتف جانبي او امامي، وعضله الترايسبس من خلف الدماغ. تمام، دي كانت فكره بسيطه جدا على عضلات الدراع، اذا كانت عضله البايسبس ترايسبس او الكتف. تقدروا تعملي الكلام ده في البيت باستمرار باوزان خفيفه جدا، الاستمراريه هي اساس النجاح، هي اساس ان انت تبقي في صحه افضل. نتابع يا جماعه، نلتزم بالدايت، مارسوا رياضه، واشوفكم على خير الحلقه الجايه. اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، هنبتدي دلوقتي اولى فقراتنا في هذا الصباح، وهو استعراض لمجموعه من الاخبار والتقارير المتنوعه. هنبتدي باول خبر، واهم خبر كان امبارح، وهو الافراج عن 203 من الشباب طبقا للقرار، قرار العفو الرئاسي اللي اصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي يوم الاثنين اللي فات، بعد عمليه من المراجعه والنقاش و تلقي شكاوى أو تلقي طلبات من قبل أهالي المحبوسين على ذمة قضايا. أغلب هؤلاء المفرج عنهم من الشباب. طبعا احنا تابعنا خلال الشهور الماضية لجنة العفو الرئاسي اللي كان شكلها الرئيس عبد الفتاح السيسي عقب المؤتمر الوطني الأول للشباب، للنظر في قضايا الشباب المحبوسين والنظر في إمكانية إصدار قرار جمهوري بالعفو عنهم. دي المرحلة أو الدفعة الثانية من الإفراج عن الشباب طبقا لتنفيذ توصيات مؤتمر الشباب اللي عقد
اول يعني اول في دوره له في الماضي اكتوبر بالفعل الماضي بالفعل. ودي يعني هذا العفو بياتي تنفيذا لتوصيات هذا المؤتمر. بالفعل هذه هي الدفعه الثانيه، الدفعه الاولى كانت بتتضمن حوالي 82 شاب، وهذه المره 203 من السجناء معظمهم من الشباب. ويعني هذا القرار اللي كان صدر من سياده الرئيس بالاعفاء عن العقوبه الاصليه وما تبقى منها والعقوبه التبعيه. هنشوف اكثر عن فرحه هؤلاء الشباب المفرج عنهم من خلال هذا التقرير. عمليات فحص المفرج عنهم تبدأ من هنا داخل منطقة سجون ترى، ملفات يتم مراجعتها تمهيدا للإفراج عن أصحابها الذين شملهم العفو الرئاسي، قائمة أعدتها اللجنة المنبثقة عن مؤتمر الشباب بشرم الشيخ في أكتوبر الماضي، وتشمل 203 من الصادر بحقهم أحكاما نهائية في قضايا تجمهر وتظاهر دون تصريح، البعض وصلت الأحكام عليه إلى 25 عاما. أنا واخد مؤبد ومقضي 3 سنين وماشي في الرابعة، إحساسي إن أنا طلعت من جديد، كأني ترى الحياة أول مرة طلع الحمل من جديد. طبعًا الحمد لله في منتهى السعادة إن الواحد يقدر يخرج ويعيش حياته تاني ويبدأ حياته من جديد بعد الفترة اللي قضيناها في السجن، وإن شاء الله يعني الفترة دي تكون حافز الواحد يجتهد أكتر في شغله وفي بيته وفي خدمة البلد إن شاء الله. فترة السجن كانت محنة والحمد لله كان درس وتعلمنا منه كتير. رسالة بالإنجليزية للعالم من داخل السجن أراد أحد الشباب أن يبعث بها قبل أن يخرج إلى الحرية. رسالة بس أخيرة يعني أحب أوجهها للعالم كله، تمام؟ يعني My name is عبدالهادي شهاب. I want to send 2 messages to all the world. I want to thank Allah for my freedom and I want to thank the president. Second, now we have the full power to build our country to be the best in the world. تحدث الشباب والكبار من المفرج عنهم عن أحوالهم داخل السجن والندوات التي صححت من عقائدهم وفرحتهم بالإفراج وشكرهم للقيادة السياسية التي تحتوي وتحتضن الشباب بمثل هذه الخطوات العملية والمبادرات الإنسانية. أنا بحمد ربنا، بحمد ربنا سبحانه وتعالى أنه خرجني من السجن ومن علي بالنعمة ديت. ثانيا أتوجه بالشكر يعني للقيادة السياسية اللي سمحت لنا نخرج للنور تاني وللحياة بعد ما فقدنا الأمل في كل حاجة. حصل ندوات داخل السجن وجانا بعض المشايخ وقعدنا معاهم لتوضيح بعض الأفكار وبعض الرؤى واستفدنا. الفترة اللي قضيناها وطبعا قامات الأزهر اللي كلفوا نفسهم وقلنا هنا طبعا شالوا غيامة ووضحوا حاجات كتيرة جدا، ولو كان في حد شايف الغلط صح أو صح غلط أعتقد ما حدش في مجال دلوقتي إن حد يعني يبقى الأمر ملتبس عليه. خرج الشباب إلى الحرية وإلى الأهل محملين بالأمل والتصالح مع النفس ورغبة في البناء، وآخرون في انتظار قائمة ثالثة يتم الإعداد لها. إفراج بعفو رئاسي أحيا هؤلاء من جديد بعد أن وصلت مدة العقوبة للبعض منهم إلى 25 عاما، قائمة ثانية تضم 203 إضافة إلى قائمة سابقة كانت تضم 82. عبد الله بركات للتلفزيون المصري. وزير النقل هشام عرفات ومساعد وزير الإسكان خالد عباس افتتحوا فعاليات ملتقى بنات مصر في دورته الثالثة. حقيقة من خلال هذا الافتتاح يعني كان في تصريحات لوزير النقل أعلن فيها عن بداية المرحلة الثالثة للمشروع القومي للطرق واللي هيضيف 7000 كيلومتر من الطرق الموجودة حاليا. الحقيقة يعني المشروع ممتد العمل فيه منذ فترة طويلة ويعني إن شاء الله بنتمنى الانتهاء منه قريبا. هنشوف أكثر من تصريحات الوزير حول هذا الموضوع وهذا المؤتمر من خلال هذا التقرير. تحت عنوان مشروعات مصر القومية رؤية وطنية للمستقبل، افتتح وزير النقل الدكتور هشام عرفات ملتقى بنات مصر والذي يسلط الضوء على أبرز المشروعات القومية التي تنفذها الحكومة والتي يأتي على رأسها قطاع البناء والتشييد وعلاقته بشبكة الطرق القومية. المشروع القومي للطرق اتعمل على 3 مراحل أو التخطيط بتاعه كان معمول على 3 مراحل من المضافة بها اللي هتضاف للشبكة بتاعت الطرق حوالي 7000 كيلو. نصيب وزارة النقل فيها حوالي 1100 كيلو في المرحلة الأولى والثانية، والمرحلة الثالثة هيضاف فيها كمان 1000، فاحنا حقيقة تقريبا بنساهم في حوالي ثلث الشبكة الجديدة بتاعت الطرق.
الملتقى ناقش المشكلات التي تواجه قطاع التشييد، بداية من قضية التعويضات التي تطالب بها شركات المقاولات، خاصة بعد تحرير سعر الصرف وارتفاع أسعار مواد البناء، فضلا عن معدلات الإنجاز في العاصمة الإدارية الجديدة. قطاع التشييد ده قطاع كثيف العمالة، النهاردة بيفتح كل المجالات، سواء قطاع الحاجات المباشرة أو غير مباشرة. احنا بنتكلم النهاردة في عندنا حوالي في السنة الفاتت يمكن وفرنا فوق 250 ألف فرصة عمل. النهاردة طبعا العاصمة الإدارية فيها لوحدها بس يمكن 40-50 ألف واحد شغالين. السنة دي كان في بعض المؤثرات الاقتصادية على هذا القطاع، واخد بال جنابك، اللي بدأت تعوق نشاطه وتسبب خسارة عند بعض الشركات أعضاء اتحاد المقاولين. وإحنا بالتنسيق مع الحكومة الحقيقة ومع لجنة الإسكان في البرلمان بنحاول أننا يعني نضبط التشريعات اللي هي يعني بتحكم هذا القطاع. أكد المشاركون على ضرورة قيام الحكومة والقطاع الخاص باستغلال كل الفرص الاستثمارية التي توفرها المشروعات القومية، إلى جانب مواجهة التحديات التي تواجه الاستثمار في تلك المشروعات. النسخة الثالثة من ملتقى بناة مصر تسلط الضوء على حجم الإنجازات في المشروعات القومية الكبرى، والتي يأتي على رأسها المشروع القومي للطرق والعاصمة الإدارية ومشروع المليون ونصف المليون فدان والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس. من مقر انعقاد الملتقى، أشرف مبارك، النيل. مشاهدينا الكرام، النهاردة هتنطلق فعاليات معرض القاهرة الدولي في دورته الخمسين اللي بتتواكب مع الاحتفال باليوبيل الذهبي، وأيضا الاحتفال بمرور 60 سنة على إنشاء هيئة المعارض في الفترة من 15 إلى 24 مارس الجاري، وذلك بأرض المعارض في مدينة نصر. يعني الحقيقة بالفعل معرض القاهرة الدولي بيعد أهم حدث تجاري في مصر والشرق الأوسط، وبيلعب دور مهم في تعزيز علاقات مصر مع الدول المشاركة في جميع القطاعات الصناعية. وهذا العام وفي دورة الخمسين لهذا المعرض ضيف شرف هذه الدورة بتكون القارة الأفريقية، ويعني بيشارك في المعرض عدد كبير من الدول، منها كينيا وتوجو والسودان والجزائر وأيضا العراق، سريلانكا، الصين، الكويت وليبيا وتنزانيا. والمعرض بيفتح أبوابه للعارضين من 9 صباحا، أما للجمهور من 10 صباحا وحتى 8 مساء. في حوار خاص لقناة النيل للأخبار، قال السفير محمد العرابي رئيس الجمعية البرلمانية المصرية الألمانية إن العلاقات المصرية الألمانية بدأت تشهد بداية مثمرة، خاصة بعد زيارة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى مصر. السفير محمد العرابي أيضا أكد على أن وجود هذا الوفد البرلماني الألماني في مصر بيوضح أهمية العلاقات المصرية لدى ألمانيا وضرورة تنميتها أيضا في الفترة المقبلة في مجالات مختلفة. نشوف يعني هذا الحوار مع الزميلة أمل رشدي. سفير محمد العرابي عضو لجنة الشؤون الخارجية ورئيس الجمعية البرلمانية للصداقة المصرية الألمانية. مساء الخير يا فندم وأهلا بحضرتك. مساء النور، أهلا بك. عايزة أعرف بس معلومات الأول عن هذه الجمعية، متى أنشئت بين البرلمان أو مجلس النواب المصري والبرلمان الألماني؟ طبعا حضرتك عارفة أن احنا بدأنا البرلمان في 10 يناير العام الماضي، وكان من أوائل المهام الخاصة بتنمية العلاقات مع العالم الخارجي أن يكون في مجموعات صداقة أو جمعيات صداقة برلمانية مع مختلف الدول. بدأنا بمجموعة يعني من الدول، كانت فرنسا يمكن الدولة الأولى، ثم ثلاثة ألمانيا، نتيجة أن طبعا كان في إحساس بأهمية العلاقات مع هذه الدولة، وفي بعض الدول كانت موقفها من 30 يونيو إلى حد ما فيها قدر من البرود، فحبينا أن احنا يعني نحاول إزابة هذا البرود بتكوين مجموعات صداقة، بحيث أن يكون في حوار مع البرلمانيين المعنيين بالأمر أيضا في البرلمان الألماني. ومن هنا جاءت الفكرة، وأعتقد أن احنا نجحنا فيها. احنا زرناهم في برلين في البوندستاج، ومع السيدة كاريم ماج رئيسة المجموعة من الجانب الألماني، وأعتقد أن في تواصل جيد لحد ما. احنا دلوقتي بنتعامل يعني، او انا دايما بدي الاحساس بان احنا نتعامل بنديه كامله، دولتين يعني لهم قوه وتاثير، سواء كانت المانيا في المحيط الاوروبي، مصر في المحيط الاقليمي اللي احنا عايشين فيه،
ايه، هم يعلموا تماما قدرة مصر وقوة مصر وامكانيات مصر حاليا. ثانيا او المبدأ الثاني احنا شغالين بيه ان في مصالح مشتركة، وان احنا داخلين في ما يقال عليه بالوين وين سيتويشن، مش في دولة مانحة او دولة مستقبلة، لا احنا شركاء في التنمية، هم بيستفيدوا. يعني شركة سيمنز مثلا شغلها هنا في مصر وفرت عملية التسريح حوالي 3000 موظف ألماني في ألمانيا، وبالتالي الاستفادة متبادلة. فاحنا بننطلق في الجاهزية الجماعية من منطق ان احنا ند لبعضنا البعض، مفيش حاجة اسمها حد يجي يفتش او حد يجي يدعي ادعاءات غير يعني صحيحة، واحنا طبعا كفيلين بان احنا نرد على كل هذه الادعاءات. ومن الحاجة التانية ان احنا فائزين، احنا الاثنين احنا شركاء في التنمية، وايضا هم هيستفيدوا نتيجة هذه الشراكة، وده واضح جدا في حاجات كتيرة سواء كانت في مجالات الكهرباء او في التسليح او في غيرها من المجالات. احنا يعني بنركز على فكره انه المانيا لها قوه ناعمه هنا في مصر وهي التعليم الالماني، وبندعوهم ان هم يزيدوا من المدارس الالمانيه سواء كانت مدارس عاديه او اللي بيقال عليها ان هي مزدوجه اللي هي تعليم فني مع تعليم عادي زي مبارك كول وغيرها من البرامج. وبالتالي ده هيكون الهدف القادم للجمعيه ان احنا ننمي هذا الامر، لان انا اعتقد ان التعليم هو أساس، حتى لو هنتكلم على مثلا مكافحة الإرهاب يبدأ من التعليم. صحيح. وهكذا. نشاط الجمعية أستاذ سفير بيكون إيه؟ يعني هل هو مبني على زيارات متبادلة ما بين أعضاء الجمعية من كلا الجانبين، ولا بتتواصلوا على أو بشكل مستمر؟ في طبعا تواصل وفي زيارات متبادله، وفي ايضا ظهور في بعض البرامج المشتركه. يعني انا بنطلع انا والسيد الكسندر رضوان في دويتشا فيلا، لان طبعا عارف في كده نبره انتقاد في دويتشا فيلا لحد ما ناحيه مصر، فبنشترك في بعض البرامج، انا من هنا وهو من المانيا، بنتكلم على العلاقات وبنتكلم على فائده ان المانيا تقيم علاقه قويه مع مصر في المرحله الحاليه. حضرتك الجمعية بتستقبل وفد من أعضاء البرلمان برئاسة كارين ماغ، وهي الرئيسة المماثلة بقى لحضرتك في البرلمان الألماني. نشاط هذه الزيارة أو أبرز اللقاءات اللي هتعقدها أو يعقدها أعضاء الوفد؟ يعني الحقيقه احنا ادينا لهم الحريه الكامله في ان هم يعني يجروا على لقاءات ومقابلات مع الجميع. في نفس الوقت احنا امضينا يوم كامل في البرلمان، وبدا بلقاء مع المجموعه المصريه، ثم لقاء مع الدكتور علي عبد العال رئيس البرلمان، ثم لقاء مع لجنه العلاقات الخارجيه، ثم لقاء مع لجنه التضامن في البرلمان، وايضا التقوا بغرفه التجاره، التقوا بمجموعه من الشباب المصريين اللي تلقوا تدريب في المانيا في البوندستاج نفسه في البرلمان الالماني. عندهم كان لقاء النهارده مع السيد رئيس مجلس الوزراء، وده اعتقد ان هو يعني بمثابه تكريم لهم، وايضا لقاء غدا صباحا مع السيد رئيس الجمهوريه، وده في حد ذاته يعتبر يعني لفته بتدل على الاهتمام الكبير من جانب الدوله ومن جانب الرئيس بالعلاقه مع المانيا. طيب بخبرة حضرتك الطويلة وباعك الطويل في العلاقات المصرية الألمانية، بصفة حضرتك طبعا كنت سفيرنا في برلين لفترة طويلة، كان وقتها يمكن من يعني من أعظم الفترات اللي كان بتلتقي فيها العلاقات بين مصر وألمانيا. الفترة اللي احنا فيها وبعد زيارة المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل كيف تصفها؟ اعتقد ان احنا يعني نقدر ندعي انه العلاقه المصريه الالمانيه الان وصلت فعلا الى يعني مستويات عاليه جدا تقارب تماما المستويات اللي كانت موجوده فيها في الفترات السابقه، بل بالعكس يمكن في افاق جديده يعني بدات تتطرق لها هذه العلاقات، وده امر مهم، زي مثلا الاتفاق اللي تم ما بين وزاري الداخليه في البلدين منذ حوالي 3 شهور. فاعتقد ان الظرف الحالي اللي موجود فيه العالم بيدفع العلاقات للامام، لانه المانيا بتنظر الى مصر انها صمام امان بالنسبه لموضوعات الهجره غير الشرعيه ومكافحه الارهاب، وتحتاج مصر في هذه الفتره، وبالتالي الموقف الاستراتيجي الالماني اللي هو الدعم لمصر والدعم لفكره الاستقرار داخل مصر، ده من شانه ان هو بيحقق الامان والامن للدول الاوروبيه بوجه عام والمانيا بوجه خاص.
من هنا هتلاقي ان الظرف الاستراتيجي اللي موجود في العالم كله اطفى يعني قدر كبير او قدر هائل يمكن كمان من الاهتمام بين البلدين او من ضروره ان البلدين يشتغلوا مع بعض اكتر يمكن من الفترات السابقه. وبالتالي انا اتوقع انه يكون في نمو ايجابي جدا في العلاقات في التعاون الاقتصادي. في حضرتك لاول مره المانيا تقف موقف الدعم الاقتصادي المباشر لمصر، ده ايضا من شانه انه هيخلي شركات كثيره جدا تشتغل في مصر. اتفاق اللي تم مع سيمنز من اجل اقامه المحطه ثلاث محطات الكهرباء، ده في حد ذاته بيشغل حوالي 150 شركه صغيره ومتوسطه في المانيا، لان مش كل حاجه بتعملها سيمنز، ونفس الحكايه هتبقى ليها مقابل هنا. الفترة الجاية أيضا هتلاقي أن في تصنيع داخل مصر، نقل تكنولوجيا وتوطين تكنولوجيا في منطقة قناة السويس، المراوح اللي بتشغل التوربينات في طاقة الهواء دي هتصنع في مصر، هيكون في معهد تدريب للمهندسين على هذا الموضوع، أيضا معهد تدريب على تجديد التوربينات الخاصة بتوليد الكهرباء سواء كان في السد العالي أو في المحطات اللي بتنشأ حاليا. فإذا إحنا بنفتح أفاق جديدة مصر هتستفيد منها وألمانيا أيضا هتستفيد منها. انطباعات المجموعة أو الوفد إلى الآن يعني بعد اللقاءات اللي عقدوها واليوم اللي أمضوه داخل مجلس النواب المصري؟ يعني أنا نقدر نقول إن هم أولا عندهم إحساس كبير بأهمية أو حسوا بدفء الترحيب والاستقبال اللي تم، وكلهم يعني بيركزوا على النقطه ديت. واحد من حضرتك بتقول لي ان والده مصري الكسندر رضوان من الصعيد مصر كمان. فدي اول حاجه. تاني حاجه ان هم كانوا عندهم قدر من يعني الشغف بمعرفه التطور الديمقراطي اللي بيحصل في مصر، ولقوا فعلا ان مجلس النواب امضوا يوم بحاله تقريبا مجلس حيوي جدا، في يعني تطورات كثيره، في تيارات مختلفه، في اراء مختلفه، يعني مش بالطريقه اللي كان بعض بيصورها ان هذا المجلس يعني مجلس يعني بيسير كله في اتجاه واحد، لا اطلعوا على امكانيات هذا المجلس. وطبعا عندهم اعجاب كبير بفكره ان في سيدات في عضوات في المجلس بشكل يعني يمكن هم ما كانوش متوقعينه. الشباب ايضا ده موضوع مهم جدا بالنسبه لهم، وموضوع متحدي الاعاقه برضو، يعني هم كان عندهم قدر كبير من الاعجاب ان مصر قدرت ان هي توفر يعني الامكانيات حتى داخل المجلس، الامكانيات المكانيه داخل المجلس للمتحدي الاعاقه. فانا اعتقد ان الزياره نقلتهم بانطباع اخر غير اللي كانوا جايين بيه. طبعا في منهم ناس جم مصر كتير، لكن في ناس اول مره يجوا مصر، اعتقد ان هم هيرجعوا بشكل ايجابي. انا بعتقد ان مثل هذه يعني الجمعيات هي بمثابة شبكة أمان للعلاقات ما بين البلدين، بحيث أن احنا لو في يوم لا قدر الله حصل مثلا نوع من التوتر في العلاقة، أعتقد أن التفاهم ده الجسر بيننا وبينهم. بالضبط، ده الجسر الآمن ما بيننا وبينهم، ويعمل على دفع العلاقات مرة أخرى للأمام. فأنا يعني أعتقد أنه كانت الزيارة مفيدة مثمرة، احنا حطناهم طبعا بالكرم المصري والترحاب المصري اكتر يمكن ما كنا احنا هناك. اشكرك شكرا جزيلا السفير محمد العربي. شكرا يا فندم. ودلوقتي معانا خبر بيهم قطاع عريض في مصر، وهو اعلان وزاره الداخليه عن البدء في قبول طلبات التقدم لحج القرعه اعتبارا من يوم السبت المقبل وحتى 30 من مارس الجاري. أوضحت الوزارة أن الطلبات هيتم تلقيها خلال مواعيد العمل الرسمية بجميع مراكز وأقسام الشرطة أو من خلال بوابة وزارة الداخلية على شبكة الإنترنت أو الاتصال بالخدمة الصوتية المخصصة لذلك. سيتم تحصيل رسوم الحج هذا العام على دفعتين، الأولى بقيمة 30,000 جنيه بتسدد عقب إجراء القرعة مباشرة خلال مدة من 10 وحتى 20 من إبريل المقبل. الثانية هتحدد قيمتها وموعد سدادها في وقت لاحق. الحقيقة كمان وزارة السياحة بتناشد المواطنين التعامل مع الشركات السياحية المنفذة لرحلات موسم العمرة الحالي بالجنيه المصري فقط، وده بيأتي في إطار استعداد وزارة السياحة للبدء في تنفيذ رحلات موسم العمرة الحالي 1438-2017. وحذرت أيضا الوزارة من أنه في حالة مخالفة أي شركة لذلك يتم إخطار الوزارة فورا لاتخاذ الإجراءات القانونية تجاهها، وده من خلال الخط الساخن 1916
654 أو على الإيميل أو الإبلاغ بمقر الوزارة والكائن في برج مصر للسياحة ميدان العباسية. دلوقتي مشاهدينا الكرام هنتعرف على حالة الطقس المتوقعة في مصر والمحافظات المختلفة من خلال الاتصال الهاتفي. معنا دلوقتي الأستاذة أمال حنفي رئيس الإدارة المركزية للتنبؤات والتحاليل بهيئة الأرصاد الجوية. أستاذة أمال صباح الخير يا فندم. أهلا صباح الخير أستاذ شهاب والأستاذة ألاء والأستاذة المشاهدين. صباح الخير أستاذة أمال. أستاذة أمال لو حبينا نتعرف على حالة الطقس المتوقعة لأنحاء جمهورية مصر العربية النهاردة، هل هنشهد اختلاف عن اليومين الأخيرين ولا هيكون على نفس الوتيرة؟ لا إن شاء الله كل التوقعات تشير إلى استمرار استقرار في الأحوال الجوية على كافة الأنحاء، وده إن شاء الله حتى بداية الأسبوع القادم. وكل درجات الحرارة حوالين المعدل، يعني نقدر نقول بأنه هو طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للدفء على الوجه البحري والقاهرة، وبيصل حتى شمال الصعيد في الفيوم والمنيا وحتى أسيوط، وبيكون دافئ على جنوب البلاد نهارا. لكن طبعا عايزين نفتكر ان احنا لسه في فصل الشتاء، فعشان كده الطقس بيكون بارد في اول الليل وبيكون شديد البروده في اخره على كافه الانحاء. في تكون للشبوره المائيه في الصباح الباكر، بتكون على الوجه البحري والقاهره وعلى السواحل الشماليه وعلى مدن القناه، فيجب توخي الحذر في القياده على هذه الطرق. طيب دكتور استاذه امال، يعني لو حضرتك تقول لنا كمان درجات الحراره المتوقعه لهذا اليوم. السواحل الشماليه الغربيه سلوم مطروح وحتى اسكندريه بنتوقع لها 19 والصغرى 12، اما السواحل الشماليه الشرقيه رفح والعريش وشمال سيناء 20 12، الوجه البحري والقاهره 22 14، اما جنوب سيناء والغردقه 24 15، شمال الصعيد الفيوم والمنيا وحتى اسيوط 23 10، اما جنوب البلاد الاقصر واسوان وحلايب وشلاتين 28 14. طب بالنسبة للأنشطة البحرية سواء في البحر الأحمر أو البحر المتوسط، هل الظروف مهيئة للقيام بهذه الأنشطة؟ الرياح معتدلة والبحرين مهيئين تماما لجميع الأنشطة البحرية. تمام، حضرتك قلتي أن الجو بالليل هيفضل شديد البرودة، الحالة دي هتفضل مستمرة معنا أستاذ أمال لحد إمتى؟ لحد 21 مارس ولا حتى بعد 21 مارس؟ حتى 21 مارس. الاسبوع اللي بيكون الاول منه فصل الربيع بيكون يميل لبعض سمات فصل الشتاء، فاحنا برضو لازم نتوقع الحذر في الفتره الانتقاليه ما بين الفصلين. تمام. طيب استاذه امال، يعني برضو اليومين اللي فاتوا يمكن كان في بعض العواصف الخفيفه او الرياح يعني والتراب، هل برضو متوقع استمرار الظاهره دي اليومين القادمين؟ يعني احنا بنتوقع لغاية بداية الأسبوع القادم مفيش أي نشاط رياح. تمام، شكرا لحضرتك أستاذة أمال حنفي رئيس الإدارة المركزية للتنبؤات والتحاليل بهيئة الأرصاد الجوي. طبعا في استعدادات على قدم وساق في كافة المقاصد السياحية لاستقبال أي سائحين من أي سوق، خصوصا من السوق الروسية. من هنا أكد رئيس الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي هشام الدميري استعداد المقصد السياحي المصري لاستقبال السائحين الروس بمجرد رفع حظر الطيران من السوق، ويشدد على أهمية استعداد منظمي الرحلات في الترويج للمقصد السياحي المصري بمجرد رفع الحظر. حقيقة هذه التصريحات بتأتي يعني في إطار عدد من اللقاءات عقدها رئيس هيئة تنشيط السياحة في موسكو أثناء مشاركة مصر في معرض السياحة الدولي بمدينة موسكو وفي أول أيام انعقاد هذا المعرض. ووفقا لبيان صادر عن الهيئة بالقاهرة، أكدت وزارة السياحة أنها ستدعم منظمي الرحلات للعودة سريعا من أجل استعادة الحركة السياحية الوافدة من السوق الروسي. وحول زيادة رسوم التأشيرة إلى مصر، أكد رئيس هيئة تنشيط السياحة هشام الدميري أنه لن يتم اتخاذ أي قرار من شأنه التأثير بالسلب على السياحة في مصر. طبعا مشاهدينا الكرام كلنا تابعنا خلال الأيام القليلة الماضية عملية استخراج تمثال رمسيس الثاني من منطقة المطرية. من هنا أعلن أيمن العشماوي رئيس الجانب المصري في البعثة المصرية الألمانية الأثرية أنه تقرر نقل تمثال الملك رمسيس الثاني الذي تم اكتشافه بمنطقة المطرية في القاهرة، سيتم نقله يوم الأربعاء النهاردة إلى المتحف المصري.
الحقيقة كمان أيمن العشماوي أعرب عن تقدير واحترام جميع العاملين بالبعثة المصرية الألمانية لكل مواطنين حي المطرية الشرفاء اللي كانوا بيحرصوا على تأمين عمل البعثة في هذه المنطقة من 2011 حتى انتشال التمثال من هناك. هنشوف أكثر عن هذا الجزء الأخير من انتشال التمثال من خلال هذا التقرير. ساعات قليلة تفصلنا عن انتقال تمثال الملك رمسيس الثاني، هذا الاكتشاف الأثري العظيم، إلى المتحف المصري من قلب القاهرة. هذا الاكتشاف الأثري يعد من أكبر الاكتشافات على مدار السنوات الماضية، لذلك جاء القرار بنقله إلى حديقة المتحف من أجل إتاحة الفرصة لأكبر قدر من الجمهور والسائحين لمشاهدة تمثال أعظم ملوك الفراعنة. إنه اكتشاف كبير، في رأيي إنه واحد من أعظم الاكتشافات الأثرية في السنوات الأخيرة، وسيتم وضعه في حديقة المتحف المصري. فريق عمل البعثة المصرية الألمانية العاملة في مصر عثرت على تمثال الملك رمسيس الثاني أثناء تنقيبها بمنطقة المطرية بالقاهرة. نحن الآن لدينا فريق مكون من 20 عامل متخصص في الآثار من صعيد مصر، ومئة عامل متخصص في الآثار من المطرية. وزير الآثار الدكتور خالد العناني شهد انتشال الجزء الأخير من تمثال الملك رمسيس الثاني بعد انتشال الجزء الأول من التمثال تحت إشراف علماء الآثار والمرممين المتخصصين بالوزارة. الملك رمسيس الثاني يعد أبرز ملوك مصر الفرعونية، وحكم مصر في أسرتها الثالثة من عام 1279 إلى عام 1213 قبل الميلاد. وبمناسبة اليوم العالمي للمرأة، يعني بنستحضر أكيد المرأة المصرية القديمة وقوتها ويعني تقلدها للعديد من المناصب، حتى أنها كانت ملكة في العصور المصرية القديمة. وفي هذا الإطار بتأتي تصريحات مديرة المتحف المصري بألمانيا دكتور زايفرد، اللي قالت أن المرأة المصرية القديمة كانت أول امرأة في العالم بتحصل على حقوق سياسية وسيادية لم تمتلكها أي امرأة أو سيدة في العالم إلا بعد عقود طويلة، حيث أنها كانت ملكة تحكم وتحارب ووصلت إلى مناصب رفيعة مثل الملكة حتشبسوت وأيضا الملكة كليوباترا. في سياق متصل وفي ظل الاحتفال بيوم المرأة العالمي، استضافت حرم السفير المصري في برلين السفيرات الأفارقة وزوجات عدد من المسؤولين من الحكومة الألمانية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة وزوجات السفراء الأجانب المعتمدين في برلين، حيث تم التأكيد على الدور المهم الذي تقوم به المرأة المصرية في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. وحضر هذه الاحتفالية أكثر من 70 شخصية نسائية عربية وإفريقية وألمانية. من جانبها قالت حرم السفير المصري إن المرأة في الحياة المعاصرة أصبحت برلمانية ووزيرة ومحافظة وطبيبة، وأشادت بالمكاسب الكبيرة والحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية والمهنية التي تمتعت بها المرأة المصرية عقب ثورة 30 يونيو. أكيد يعني في ظل هذا العصر الإعلام وسيلة مهمة جدا لنشر المعلومات والمفاهيم المفروض الصحيحة، ومن هنا بيأتي دور مهم لطلبة كلية الإعلام والخريجين، فهم بالطبع يعني إعلاميو المستقبل. وفي هذا الإطار أطلقت كلية إعلام جامعة القاهرة قناة إعلام تي في على شبكة الإنترنت لتطبيق العمل الإعلامي بمعاييره من خلال مجموعة من الطلاب. بتعتمد القناة على إنتاجها الخاص، وبتشمل العديد من البرامج الإخبارية والتثقيفية والاجتماعية والترفيهية، وذلك بهدف إكساب طلاب الكلية خبرة العمل الإعلامي. هنشوف المزيد في سياق هذا التقرير. طلاب كلية إعلام جامعة القاهرة يبدعون ببرامج مختلفة على قناة إعلام تي في، والتي أطلقتها الكلية لتدريب وتأهيل الطلاب لسوق العمل.
القناة بتكمل منظومة الإعلام في كلية الإعلام. إحنا عندنا أقسام مختلفة، فعندنا جريدة صوت جامعة بشكل أسبوعي بتصدر، عندنا راديو إعلام أونلاين للشق الإذاعي، عندنا وكالة كلية الإعلام للحملات الإعلامية والخدمات التسويقية. كان إن إحنا ندرب الطلبة مش بس إنهم يمارسوا الإعلام بشكل سليم، ولكن أيضا إنهم يلتزموا بأخلاقياته، وخصوصا في الفترة الأخيرة لما لقينا في نوع من الفوضى الإعلامية، فيهمنا إن الجيل اللي جاي، الجيل اللي طالع، يكون يعرف ايه هي اخلاقيات اللي لازم يلتزم بها ويمارسها بالفعل. الهدف الرئيسي من اطلاقها هو اعتبارها كمنصه تدريبيه لطلاب كليه الاعلام للتدريب على الانتاج التلفزيوني وتاهيلهم للعمل بشكل مباشر في القنوات والمحطات المختلفه. القناة تعتمد على إنتاجها الخاص وتشمل العديد من البرامج الإخبارية والتثقيفية والاجتماعية والترفيهية. برنامجنا اسمه لفة. لفة هو برنامج كل حلقة بناخد بلد، البلد دي بنشوف عاداتها، لبسها، الجواز، طريقة الأكل، كل حاجة غريبة في البلد. بنجيب حد سافر البلد دي بنستضيفه، وبنجيب أقرب مكان للبلد دي في مصر، سواء مطعم أو مكتبة أو أي حاجة للبلد دي في مصر يعني. البرنامج اسمه كلمات متقاطعة. هو في البداية برنامج بيخص كل المشاكل اللي بتواجه الشباب. حصلنا المشاكل دي جوه الجامعة وبره الجامعة، استعنا بمسؤولين ومتخصصين سواء علماء نفس أو خبراء، فادونا في الموضوع وعرفونا وجهات نظر أكتر. فكرة القناة هي قايمة على جهود الطلبة، وإحنا عاملين برنامج اسمه كرياتيفو. البرنامج ده بيعرض المواهب وبيشوف المواهب كلها اللي في الجامعة من الشباب، وبينمي المواهب دي وبيشوف بيفتح ليها مجال إن هي ينميها. إعلام تي في سوف تبث جميع البرامج التي يقوم بها طلاب الكلية من داخل استوديوهات قسم الإذاعة والتلفزيون تحت إشراف المدرسين. الإعلام الرقمي هو الحل الأمثل لتوفير تدريب عملي لطلاب الإعلام، وهو خطوة للحفاظ على ميثاق الشرف الإعلامي في المستقبل. من جامعة القاهرة، بسمة الشاعر، النيل. طبعا للأسف يعني التحرش هو ظاهرة عالمية، ولكن عندنا هنا في مصر والمجتمعات العربية بشكل عام كانت المرأة بتفضل أنها ما تشتكيش أو تبلغ عن المتحرش أو حتى تقول أنها تعرضت لتحرش، لكن في الفترة الأخيرة ابتدى يظهر وعي لدى المجتمع بضرورة مواجهة هذه الظاهرة، وأكيد يعني ضرورة الإبلاغ عن المتحرشين ومواجهتهم أيضا بالمزيد من العقوبات والقوانين. وزي ما تغير العالم أيضا تغير نصف العالم، والمرأة عرفت كيف تواجه هذه المشاكل وتأخذ حقوقها أيضا. وفي هذا الإطار وفي إطار فني توعوي، نظمت جامعة القاهرة فعالية بتؤكد بها مشاركة الجامعات بجدية في التصدي لظاهرة التحرش. هنشوف المزيد في سياق هذا التقرير. المتحرشون في الأرض لا يفرقون بين محافظة أو متحررة، وحسب الأحوال يتصرفون بالهمس واللمس والغمز والإشارة والكلمة والعبارة، بالنداءات والإيحاءات والملاحقة فرادى أو جماعات، لكل ما كانت نهايته تاء مربوطة. ضمائر عن الوعي غابت، وقلوب من الغي شابت، وعقول تناست أنها الأم والأخت والزوجة والحبيبة، وأن رسالة الديان تقول كما تدين تدان. المتحرش عموما ده شخص مريض، يعني هو ما بيفرقش، هو عايز غرض معين، بالعكس ممكن لما يشوف حد تاني بسبب هذا المرض اللي عنده يبقى عايز يهدم هذا الصرح اللي هو شايفه مثلا، ويتجه ناحيته لمزيد من الاستكشاف. فهي ما فيهاش اي فرق، هو داء وما بيفرقش من اي حد للاسف. الفتيات صرنا اكثر قدرة على مواجهة التحرش مع زيادة الوعي بخطورة الظاهرة. أنا كنت بسكت، بس لما اتعلمت أخد حقي ولما اتدربت في وحدة مناهضة العنف والتحرش اتعلمت ازاي أبلغ، اتعلمت ازاي دور المجلس القومي للمرأة في محاربة الموضوع التحرش دوت، خدت هنا تدريبات وسكاشن وسكتشات ازاي أواجه المواقف ديت وازاي أبلغ هنا لو حصل الاعتداء جوه الجامعة. دور جامعة القاهرة التنويرية جعلها تستهدف ظاهرة لتوعية الشباب.
لمواجهتها. احنا بنعمل حملات توعية كتيرة جدا جدا جدا. حملات توعية دي مش بس بتوعي بوجودنا ولكنها بتوعي يعني ايه تحرش ويعني ايه لازاي نتجنب التحرش، لان دي من اهم المشاكل عندنا. من اهم المشاكل عندنا ان احنا الحقيقي عندنا خلط في ايه هو التحرش. يعني ايه؟ يعني التحرش مش الاغتصاب على فكرة. التحرش ممكن يكون تحرش لفظي، ممكن يكون تحرش بكلمة. لو الكلمة دي جرحتني كامرأة فهو تحرش. وأدركت الجامعة أهمية الفن كأحد الأسلحة الناعمة لمواجهة الظواهر السلبية، واستقدمت فرقة شارع تسمى أوطة حمراء. أسرع طريقة توصل بها رسالة إنك تضحك اللي قدامك. والفن من بداية خالص وعبارة عن إمتاع ورسالة. لو وصلت الرسالة بس مش حاجة اسمها كده، مش هتوصل لوحدها، لازم حاجة. لو وصل الإمتاع شكرا، بيبقى أول طريق إن الناس دي كويسة أو الفن ده كويس، نبدأ بقى ندي الرسالة. مش كده بتبقى عندنا الموضوع إمتاع 60% ورسالة 40% بس. لازم يتبسط عشان يبدأ ينتبه لي فيبدأ يفهم الرسالة. نهى خطاب أحد أعضاء الفرقة أكدت أن المجتمع يرفض فكرة التحرش، مشيرة إلى أن الجمهور يدافع عنهم في حال تعرضهم لمضايقات. لو حصل تحرش في الشارع في خلال العرض، الجمهور نفسه هو اللي بيتدخل وبيغير اللي بيحصل وبينكمل العرض. ما فيش حادثة حصلت وقفت العرض يعني قبل كده، الجمهور دايما هو اللي بيساند. العروض المسرحية أحد أدوات وحدة مناهضة التحرش والعنف، حيث قدمت فرقة حكاية على مسرح كلية الحقوق بجامعة القاهرة عرضا بعنوان تاء مش مربوطة. أنا بستغرب، أنا معرفش ليه البنات بيبقوا مصرفين على الجواز. أنت عارفة زمان إحنا أيام الشباب أنا وأصحابي على ما نعرف بنات وكده، كنا بنلاقيهم متلهفين على الجواز، كنا بنستغرب جدا ونقول أكيد البنات دول ياهم يا مجانين. ياهو يا مجانين، ملهاش حل تاني. لا ليها، اللي هو احنا بس بنشوف الموضوع بشكل مختلف. اللي هو ايه؟ بنشوفه حب وحضن ودفى وامان، بيت جميل واسره سعيده. لا لحظه واحده، لازم حته كده. العرض تناول العلاقات الاجتماعية بين الذكور والإناث والتحيزات الثقافية التي تفرض صورة نمطية على الإناث. سي سيد يعني هتقعدني من الشغل وقرفه، هترحمني من المواصلات وغباء، هتعمل كل حاجه ليها علاقه بالشارع، هتجيب المشتريات وتودي الولاد المدرسه والدروس، وعند الدكتور بقى ما بشربش، وهتوديني عند ماما، و في طلب شخصي. عبقري يا ريت وانت نازل كل يوم الصبح تبقى تاخد كيس الزباله في ايدك. من جامعة القاهرة محمود العزالي لبرنامج هذا الصباح. كده بيتصير مرمطون. ولسه مكملين معاكم جولة أخبارنا، وبنروح للأردن ومدينة البتراء، هذه المدينة السياحية الرائعة، ويعني اللي هناك تقاليد زراعية عتيقة بيحافظ أهل هذه المدينة على استغلالها أو استخدامها من أجل تنمية الزراعة، حيث بيمزج المزارعون هناك بين التقاليد القديمة لأجدادهم وأيضا التقاليد أو الأساليب الجديدة في الزراعة، وده من أجل تنمية وازدهار المنتجات الزراعية وأيضا خدمة قطاع السياحة. أيضا بيستخدم المزارعون الصهاريج والقنوات المائية التي خلفها أجدادهم والتي بتجمع مياه الأمطار كي يمكن استخدامها في زراعة محاصيل زي اللوز والزيتون والجوافة والشمر. على مسافة قصيرة من معابد البتراء المذهلة بالأردن التي تجتذب مئات الآلاف من السائحين، تقع منطقة أخرى لا تقل جذبا وإبهارا ربما لا يعرف عنها كثيرون، وادي سيع. ذلك الوادي الذي كان يوما مركزا لإنتاج الجرانيت والحجارة الرملية ينتج الفواكه التي تزرعها قبيلة البدول التي تقيم في محيط البتراء منذ مئات السنين. ويستخدم المزارعون في ذلك الوادي الذي يتسم بصعوبة السير به، يستخدمون الصهاريج والقنوات المائية التي خلفها أجدادهم والتي تجمع مياه الأمطار كي يتسنى استخدامها في الزراعة. في عندنا نستغل البندورة
والباذنجان والفلفل الحلو والفلفل الحار، هذه شغلات شهريه يعني كنا نستغل منها وموجوده لحد الان هي عندنا مع الباذنجان وناكل منه ونقطف منه على المي والحمد لله كل شيء تمام يعني موجود اليوم. وتضم المدرجات المتناثرة في أرجاء هذا الوادي مزارع صغيرة تنتج محاصيل كثيرة مثل اللوز والزيتون والليمون والجوافة والفلفل والطماطم والباذنجان والشمر. أول ما فحص إن فيه مي ما فيه مي، فأول إشي لما لقى المي خلاص بلش يشتغل يزرع الزيتون والليمون، وإحنا بعده كمان صرنا نشتغل أنا وإخواني واشتغلنا وكبرنا المزرعة وصرنا نودي على السوق منها وكذا. وهاي احنا عايشين فيها وبناكل منها وبنشرب منها. وتوفر القبيلة الفاكهة اللازمة لإنتاج العصائر التي تقدم للسائحين الذين يزورون البتراء وموقع الدير لاستغلال المورد المتاح بالشكل الأمثل، خاصة بعد تراجع السياحة إثر الربيع العربي عام 2011. ومن الأردن نروح للولايات المتحدة الأمريكية، حيث أعلن مطار دالاس في العاصمة الأمريكية واشنطن أن طائرة إماراتية تحدت تساقط الثلوج على هذا المطار واستطاعت أن تهبط بسلام على المدرج المخصص لها. وذكر المطار في تغريدة عبر تويتر أمس أن الطائرة الإماراتية القادمة من دبي كانت أول رحلة دولية بتهبط في المطار، فيما أظهرت صور التقطت في المطار عملية الهبوط الموفقة للطائرة. بيذكر أن حركة الرحلات في مطار دالاس الدولي تأثرت نتيجة للعاصفة الثلجية التي تضرب شرقي البلاد ومن ضمنها واشنطن. بكده مشاهدينا الكرام نكون أنهينا الجزء الأول من هذا الصباح، كان استعراض لمجموعة من الأخبار والتقارير المتنوعة وكذلك معرفة لحالة الطقس المتوقعة لإنحاء جمهورية مصر العربية النهاردة وخلال الأيام القليلة المقبلة. فقرات هذا الصباح لسه مستمرة معاكم بعد متابعة موجز لأهم وآخر الأنباء على رأس الساعة ومجموعة من الحوارات بعد الفاصل.